وعلى الجيمين يصير كل عام في برشا بقايا، والمره هذه في تونس زاد صار في برشا بقايا في جامعات، لكن اخترنا ان نمشيو لليبن ونشوفوا كيفاش صارت الاجواء غادي وكيفاش كان الموعد مع جلوبال جيم جام. Global Game Jam هو رونديفو يمس أساساً لديفلوبر دو جو فيديو. الميزة متاع ليفينمون هذا هو أنه يصير في برشا بلدان في العالم في نفس الوقت. الويكاند اللي فات ليفينمون هذا رجع لتونس، ومن بين البقايا اللي تعمل فيهم Global Game Jam كان الموعد في نابل. ليفينمون صار على تنظيمه نت انفو ودي جي ارت ليفينغ لاب. دونك هي سيت اون كومبيتيسيون انترناسيونال تصير، دونك سي اوتور دو لا دو ديفلوبمون دو جو فيديو، دو لا كرياسيون دو كونسيبت دو جو فيديو. دونك عملناها احنا، هي تصير في تونس dans quatre sites pratiquement, tir fitours dans deux sites, fitoussa et finable cette année pour la première fois finable, mais c'était pas notre première expérience, sachant que ahna donc on a fait donc sur Nable donc des compétitions et des hackathons depuis 2011 à travers le festival des arts numériques. Ce hackathon avait la thématique de cette année, donc c'est waves, les vagues. Donc ahna une expérience inédite, معناتها في نابل اكثر من 70 كومبيتيتور de différentes institutions جاونا من العديد من المؤسسات، حتى رحنا في دي جي ارت ليفينغ لاب المؤسسه نتاعنا هي تحاول تتفتح على المؤسسات الجامعيه وعلى زاده كذلك المولعين وليزاماتور par le domaine de jeux vidéo. Donc كانوا معانا beaucoup d'institutions, l'ISAM en plus de Netinfo, فما حتى دي ليسيان، فما زاد كيف جاو من صفاقس، من ليزات شرقية، دونك من ليسي، من ساكن، دونك أنا أكوي معناتها براتيكمون دو بليزيور ريجيون. قعدوا لهنا لمدة 48 ساعة باش عملوا أن بروتوتيب دو جو فيديو. بالطبيعة الإكسبيريونس هذيا لا ريشيس نتاعها سي كو لي كومبيتيتور حتى كي جاو في الكومبيتيسيون فما اللي ما يعرفوش بعضهم، فما سي لوغ بروميييغ اكسبيريونس دو ديفلوبمون دو جو فيديو. هي سي با اون كومبيتيسيون بور دير انا هو لو ميور بروتوتيب، مي بور دير بور فير فيفر باش هالكوميونيتي هذيا وهال لي اماتور ولي باسيوني دو سو دومين يل فيف اون اكسبيريونس يل بارتاج اون باسيون. على امتداد 48 ساعة وبحضور دي كوتش، الحاضرين في ليفينمون هذا خدموا على دي بروجي نتاع دي جو فيديو في انتظار الإعلان نتاع النتائج اللي باش يكون نهار 8 فيفري. يلا اللي ما يربحش في 2017 صار يربح في 2018، ديما التكنولوجيا تتقدم وديما عندنا كم هائل نتاع